السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة من فرع حساب مثلثات هناخد درس الزوايا المنتسبة. الدرس ده أنا هاخده على 3 أجزاء. قبل ما نشتغل في الدرس، حضرتك محتاج معلومة من الدرس اللي فات. أول حاجة، أنت فاكر إن الزاوية اللي بتيجي على المحور اسمها زاوية محورية أو زاوية رباعية؟ يعني كان هنا كده بيكون الصفر درجة وهنا 90 درجة أو بيع 2 يعني، وهنا كان 180 درجة أو باي، وهنا 270 درجة أو 3 بيع 2، وهنا كانت 360 درجة أو 2 باي. فاكر يا باشمهندس ان كان لكل ربع اشارة دالة مثلثية مختلفة عن التاني؟ يعني هنا كان الكل موجب، كانت الجا موجب، الجتا موجب، الظا موجب، هنا الكل موجب، كل الدوال. هنا يا استاذ الجا ومقلوبها هما اللي موجبين، يعني جا سيتا او قتا سيتا، متفقين ان مقلوبها لو دي فيها ت تيجي مع واحدة ما فيهاش ت، طب دي ما فيهاش ت تيجي مع واحدة فيها ت، يبقى دول الموجبين. يعني أنا لو وقفت بزاويتي هنا الجا هي اللي بالموجب، إنما الجتا سالب، الظا سالب. طب هنا، هنا الظا هي اللي بالموجب ومقلوبها، الظا ما فيهاش ت تيجي مع حاجة فيها ت، وهنا الجتا هي اللي بالموجب ومقلوبها. درسنا النهاردة بقى بيتكلم عن الزوايا المنتسبة. ايه الزوايا المنتسبة دي؟ دول زاويتين يا أستاذ أجي أجمعهم يدوني عدد من الزوايا القايمة. مش فاهم؟ يعني مثلا لو أنا قلت 150 و30، دول منتسبين ولا لأ؟ قالك اجمعهم أو اطرحهم. جيت أجمع لقيتهم بيساووا 180، يعني كام قائمة؟ 2 من القوائم، يبقى دول كده منتسبين. لو أنا قلت 210 مثلا و30، لو جمعتهم مش هيكونوا منتسبين، لو طرحتهم هيبقوا منتسبين. يعني اطرحهم كده، اداك كام؟ 180، كام قائمة؟ 2. لو قلنا مثلا الزاوية 300 والزاوية 60، دول منتسبين ولا لا؟ احنا نجمعهم يا استاذ، طلعوا ب 360، يعني 4 قوائم، دول منتسبين يا استاذ. طب الزاوية 60 و30، دول مجموعهم 90، يعني قائمة، دول منتسبين يا استاذ. ده معنى الزوايا المنتسبة. طب هدفها ايه؟ هدفها ان افرض مثلا انا طلبت منك جا 150، انت هتقول لي ان دي اللي قدها، دي اللي بتناسبها في اللي انا حافظهم. ال210 هتقول لي دي اللي بتناسبها، ال300 هتقول لي دي اللي بتناسبها، ال60 دي اللي زيها في القيمة. فعشان تفهم الكلام ده بالتفصيل ادالك قوانين، تعال افهمك القوانين دي بتطلع ازاي عشان ما تضطرش تحفظها. ايه العلاقة ما بين الزاويتين المنتسبتين سيتا و 180 ناقص سيتا؟ يعني زي 150 و30، ايه العلاقة ما بينهم؟ انت ازاي تجيب لهم جا؟ ازاي تجيب لهم جتا؟ ازاي تجيب لهم ظا؟ بكل بساطة يا شباب، قال لو انت عاوز جا 180 ناقص سيتا، يعني مثلا انت عاوز جا 150، دي تجيبها ازاي؟ قال لك بكل بساطة من الآخر، دي كأنك بتحدد الربع، بتحدد الإشارة. فين 180؟ أهي ناقص سيتا، السيتا بالسالب، هتمشي مع عقرب الساعة ولا عكسه؟ معاه. يبقى أنا هرجع هنا كده، خلي بالك دايما السيتا دي بتكون زاوية حادة، يعني صغيرة، يعني لما ترجع ترجع الربع اللي قبلها على طول. لأنا رجعت هنا يا أستاذ، طيب انت هنا كده دلوقت
ده مكان الجه، يعني الجه موجبه، اتفقت معاك ان ده حطه في دماغك ان هو تحديد اشاره. ايوه ده مكانها يا استاذ، خلاص يبقى النتيجه موجب وال180 ما عادش لها لازمه. جا سيتا، تطبيق عليها. لو انا قلت لك ايه جا 150، قمت انت قايل ان هي عباره عن 180 ناقص 30. 180 ناقص 30 انت كده في الربع الكام؟ 180 ناقص زاويه في الربع الثاني. ال 180 دي هدفها تحديد اشاره، يبقى موجب. جا 30، يبقى اللي بيكافئ الجا 150 اللي زي الجا 150 هي جا 30 اللي هي بنص. تعال نكمل باقي القوانين. لو قلنا يا شباب مثلا انا عاوز جا 180 زائد سيتا، قلت له يا استاذ الهدف من ال 180 هو تحديد الربع. 180 زائد سيتا، ادي ال 180 وقمت مزود سيتا، زودت زاويه حاده بالموجب، يعني هنمشي عكس عقرب الساعه، زودت زاويه حاده، ده مكانها؟ لا، يبقى النتيجه هنا سالب. يبقى ال 180 هدفها تحديد الاشاره. يعني اما اقول للواحد ايه؟ هو جا 210 بكام؟ ام قال يا استاذ ده دي عباره عن 180 زائد 30. 180 زائد ال 180 تحديد الاشاره، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب 30 درجه. وفي واحد تاني بيريح دماغه قوي بيقول ايه؟ يا استاذ انا همثل ال 210، ال 210 هم زادت عن ال 180 ب 30، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب جا 30، وجا 30 بنص، يبقى الناتج سالب نص. طب افرض يا استاذ انه كان عاوز جتا، قال لي جتا 180 ناقص سيتا، دي بايه؟ قلنا له يا استاذ ال 180 هدفها تحديد الربع، 180 ارجع سيتا، قلت له هنا ده مكان جتا، قلت له لا، يبقى الناتج سالب جتا سيتا. طب تاني، جتا 180 زائد سيتا، قلت له 180 اهي هزود سيتا بقيت هنا، ده ربع تالت، طب هو مكانها؟ لا، يبقى الناتج سالب جتا سيتا. طب ظا 180 ناقص سيتا، 180 ناقص سيتا ده كده انا في الربع الثاني، ده مكانها؟ لا، يبقى الناتج سالب ظا سيتا. ظا 180 زائد سيتا، 180 زودنا سيتا بقينا هنا، ده الربع الكام؟ التالت، مكانها؟ ايوه، يبقى الناتج موجب ظا سيتا. ده لو كان الزاويتين المنتسبتين بتوعك مجموعهم 180 درجة. ازاي تجيب الجا والجتا والظا والمقلوبات بتاعتهم زيهم بالضبط؟ يعني ما اقول للواحد ايه زطا 180 ناقص سيتا، 180 ناقص سيتا هنا كده، هو ده مكان الزطا الربع الثاني؟ لا، يبقى الناتج سالب زطا سيتا. طب يا استاذ لو كان مجموع الزاويتين المنتسبتين 360 بنتصرف ازاي؟ قال جا 360 زائد سيتا، يلا يا شباب دي بتحدد الربع، ادي 360 زود سيتا، زودت بقيت في الاول، يبقى الناتج موجب يا استاذ. طيب ق 360 زائد سيتا، ق ده دي ما فيهاش ت، يبقى كان مقلوبها اللي هو جتا، يبقى جتا 360 زائد سيتا، انا كده في الربع الاول، يبقى الناتج كله موجب، اي حاجه هتكتبها هتكون موجبه. جا سالب سيتا وجتا سالب سيتا وظا سالب سيتا، المقلوبات بتاعتهم زيهم بالضبط. قلنا له سالب سيتا هنا الزاويه كانت صفر،
نقصنا سيتا، ده بقينا في الربع الكام؟ الربع الرابع. ده مش مكان الجايب الناتج سالب جا سيتا. طب جتا سالب سيتا، جتا سالب سيتا، ايوه ده مكانها، يبقى جتا سيتا. ظا سالب سيتا، لا ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب ظا سيتا. بيقول يا باشمهندسين ان الزوايا المنتسبة ديت لو كان مجموع الزاويتين 90 او 270 بتفرق عن 180 وال 360. يبقى الدرس ده دلوقتي يا استاذ او الجزئية دي فيها فكرتين، لو كان 180 او 360 او سالب سيتا غير ال 90 وال 270، بس هما كلهم بيتفقوا في حاجة، انك اول ما بتحط الاشارة. ايه الفرق ما بين جا 180 ناقص سيتا وجا 90 ناقص سيتا؟ جا 180 ناقص سيتا ده كده ربع تاني، ده مكانها، يبقى الناتج موجب، يبقى الهدف من الزاوية تحديد الإشارة. هنا 90 ناقص سيتا، 90 ناقص سيتا ده في الربع الأول، يبقى الناتج موجب. كده الاتنين دول متفقين في نفس الحاجة. هنا قال الجا تفضل جا زي ما هي، إنما في 90 وال 270 قال لا، الجا تبقى جتا والقا تبقى قتا والظا تبقى ظتا. يعني في 90 وال 270 بنغير الاسم، لو جا تبقى جتا ولو ظا تبقى ظتا ولو قا تبقى قتا، مع مراعاة أول حاجة تعملها الإشارة في الوضعية زي ما هي. يعني جا 90 ناقص سيتا لقيت في الربع الأول والجا موجبة، حطيت إشارة الجا أصل السؤال وبعد كده بغير الاسم. يعني مثلا إيه؟ لو أنا قلت جتا 90 زائد سيتا، أول حاجة يا باشمهندس حدد الربع، كده الربع التاني 90 زودت سيتا، ده مكانها؟ لا مش مكان الجتا، يبقى الناتج سالب. أول حاجة حطينا السالب وبعد كده الجتا تبقى جا. محدش يقول إيه؟ ده هي هتتغير، هتكون جا يا أستاذ وده ربع الجا المفروض موجب. لا، أول حاجة بحط إشارة الدالة اللي موجودة. تاني، لو انا عاوز ظا 270 ناقص سيتا، البسيطة قوي، 270 فين؟ اهي، ناقص سيتا هنا كده، ده مكان الظا؟ ايوة مكانها، يبقى الناتج موجب والظا تبقى ظتا. يا رب تكون فهمت الموضوع ماشي ازاي. طب تمارين الدرس ده، التمارين مقسومة لجزئين، جزء تبص تلاقيه بيسألك في القوانين أصلا، وجزء تلاقيه مديك أعداد وانت بتجيب المنتسبة. تعال نشوف أمثلة. الأسئلة دي، الأسئلة سهلة مفيش فيها حاجة، تعال ركز. ده يا أستاذ تبع درس الزوايا المنتسبة، ليه؟ عشان 180 ناقص زاوية، دي في هنا حاجة مع الزاوية؟ لا تفضل هنا، بتقوم رايح راسم لحضرتك شبكة تفهم منها. 180 ناقص سيتا، هنا ال 180 لما نقص سيتا بقيت في الربع الثاني، ده مكانها؟ لا، يبقى الناتج سالب. افتكر ان ال 90 وال 270 هما اللي بيغيروا بيخلوا الجتا جا، انما ال 180 وال 360 بيسيبوها ثابته، يبقى ده هتفضل جتا سيتا، يبقى جتا سيتا ناقص جتا سيتا بصفر. طب المسألة دي ألف ب ج مثلث، حد الزوايا، يبقى زاوية ألف زائد زاوية ب زائد زاوية ج دول ب 180 درجة، يبقى ب زائد ج لوحدها بتساوي ال 180 ناقص الألف. يعني ب زائد ج دي هشيلها وأحط 180 ناقص ألف، دي فضلة جت ألف زي ما هي. ودي يا أستاذ تحديد ربع، 180 ناقص ألف هنا كده، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب.
جتا ألف، برضو طلعت الإجابة صفر. طب في السؤال اللي بعده، جا 90 زائد سيتا، افتكر ان بايع 2 هي 90. جا 90 زائد سيتا يعني ده في الربع الكام؟ ادي 90 زودنا سيتا الربع الثاني، ده مكانها. بس يا استاذ 90 بتغير الاسم، لو جا تبقى جتا. طب هنا 270 زائد سيتا، 270 اهي، زود سيتا هنا كده، ده مش مكانها. والجات تبقى جتا لان ال 270 بتغير، يبقى طلعت صفر. طب السؤال اللي بعده، جا 150. هنا الناس مختلفه الحلين. في ناس تقول ال 150 هي استاذ تمثيلها اتبقى مع محور السينات 30 درجه، وال 30 درجه دي جت في ربع الجا، ايوه، يبقى الناتج موجب جا 30 اللي هي بنص. وناس تانية حبت تتعب نفسها شوية، قالوا ايه يا استاذ، ده دي عبارة عن 180 ناقص 30. 180 ناقص سيتا في الربع الثاني ده مكانها، يبقى الناتج موجب جا 30. الاتنين صح. طب قا 11 بايع 6، ممكن تحول 11 بايع 6 عشان انت مش عارفها، تبقى 330. 11 في 180 على 6، باي هنا يا شباب ب 180 لانها زاويه. عارف لو باي دي كانت جت قدام الداله المثلثيه كانت تبقى ب 3.14، انما طالما هي زاويه يبقى ب 180. المهم ان الزاويه 330، واحد قال انا هرسم شبكه 330 اهي، فاضل كام عشان اوصل لمحور السينات؟ ماليش دعوه بمحور الصادات نهائي. فاضل يا استاذ 30 درجه. طب ده مكان القا؟ القا كانت مقلوبه جتا، ايوه مكانها، يبقى الناتج موجب قا 30. وواحد تاني قال لا، انا كنت هقول ان دي عباره عن 360 هشيل منهم 30، يبقى الناتج موجب لانه ربعها قا 30. ونطلع الناتج، قا 30 ب 2 على جذر 3. طب السؤال اللي بعده، ظا سالب 60. واحد قال ايه، انا هرسم شبكة يا استاذ، السالب 60 ديت يعني مشيت مع عقرب الساعة سالب 60 درجة، ده مش مكان الظا، يبقى الناتج سالب ظا 60 لان سالب سيتا ما بتغيرش الاسم، يبقى بسالب جذر 3. واحد تاني قال المسألة دي يا أستاذ هنتعامل معاها إزاي؟ رحنا لل 420، قلت له اعملها لي زوايا منتسبة. قلنا ده دي عبارة عن 360 وزيادة 60. تمام. دايما يا شباب حاولوا بقدر الإمكان لما تيجوا تجيبوا الزاوية المنتسبة تشوفوا أقرب زاوية ليها من محور السين، لانك لو جبت اقرب زاويه من محور الصاد هتضطر تغير الاسم. ظا 330 اقرب حاجه ليها من محور السينات 360، يبقى دي 360 هشيل منها 30. طب جتا سالب 120، دي زاويه سالبه يا استاذ، الموجبه بتاعتها 240، وال 240 دي عباره عن جتا 180 زائد 60. شفت الزاوية دي كانت بالسالب 120، الموجبة بتاعتها ب 240. بنعرف ازاي يا استاذ؟ شوف فاضل كام لل 360. هنا قتا دي اقرب حاجة ليها المحور السينات الزاوية 180، يبقى عبارة عن 180 زائد 30، كده جات 360 زود سيتا، ده ربع كله يا استاذ، يبقى موجب جا 60. ظا 360 ناقص 30، 360 نقصت 30، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب. نضرب بره هنا لان دول ضرب، ما تحطش الاشاره هنا، سالب ظا 30. 180 زائد 60،
جتا 180، فين ال 180؟ اهي، زود 60 هنا، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب في موجب بسالب. جتا 60، ال 180 ما بتغيرش الاسم. قتا 180 زائد 30، 180 زائد 30، ادي ال 180 زودنا، ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب في السالب اللي هنا بموجب قتا 30. ونبدأ نطلع ناتج كل واحدة. سالب جا 30 بسالب جذر 3 على 2، ظا 30 بواحد على جذر 3، جتا 60 بنص، قتا 30 باتنين. هنا بقى سالب نص زائد واحد، يبقى النتيجة موجب نص. إذا كان سيتا قياس زاوية حادة، زاوية حادة يعني الخانة دي موجب ودي موجب. في وضع قياسي ويقطع ضلعها النهائي في دائرة الوحدة، دي دائرة وحدة، يبقى معنى كده إن خانة السين تربيع زائد خانة الصاد تربيع بتساوي واحد، قانون دائرة الوحدة. يبقى سين تربيع بتساوي واحد ناقص تسعة على 25، الواحد ده هنحط 25 على 25، يبقى 16 على 25. يبقى السين بتساوي، هنشيل أس 2 نجيب الجذر، موجب أو سالب 4 على 5. يبقى إذا سين بتساوي 4 على 5، لأن هاخد الموجب، بقت دي 4 على 5 و 3 على 5. رحنا للمطلوب، عاوز جا 90 ناقص سيتا. 90 ناقص سيتا ده ربع أول، مكانها أيوة يبقى موجب، والجتا يبقى جتا، لأن التسعين بتغير الاسم، زائد ظا 90 ناقص سيتا ده الربع الأول، مكانها أيوة يبقى الناتج موجب، والظا تبقى ظتا، التسعين بتغير الاسم. جتا 90 زائد سيتا ده يا أستاذ ربع تاني، مكانها لا يبقى سالب، متحطش السالب هنا لأن دول ضرب، غير الإشارة دي. الجتا هتبقى جا، هات كل حاجة من نقطة دايرة الوحدة، فين الجتا؟ دي الجتا ودي الجا، 4 على 5 ناقص الزتا جتا على جا 4 على 3 في جا سيتا اللي هي 3 على 5، دول راحوا، يبقى 4 على 5 ناقص 4 على 5 بتساوي صفر. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.